15 جول بس كانوا حصيلة جولة لعب فيها 8 ماتشات، يعني بحسبة بسيطة جول وشوية كسور في كل ماتش، والله يا بلاش. وبنرجع نسأل منتخب مصر عنده أزمة هجومية ليه؟ أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. تشكيل أفضل 11 في الجولة السابعة بدايته مع محمد الشناوي حارس الأهلي اللي بقى مصدر أمان لجمهور الأهلي بسبب تصدياته المهمة جدا واللي بتفرق كتير في سير الماتشات. آخرهم كان الانفرادين اللي شالهم ضد وادي دجلة في الشوط الأول علشان يمهد الفوز لفريقه. في خط الدفاع حازم إمام باك يمين الزمالك اللي زي ما كان محل انتقادات لجمهور الزمالك قبل كده استحق الأشادة بعد الأداء اللي قدمه ضد بيراميدز. عمل جبهة يمين قوية جدا وسبب مشاكل لأحمد أيمن منصور باك ليفت بيراميدز بسبب التفاهم الكبير اللي كان ظاهر مع زيزو وبعده محمد وناجم اللي نزل في الشوط الثاني. رامي ربيعة ملقط خط الظهر في الأهلي واللي كان أكتر مدافع استخلص الكرة بين مدافعي الجولة دي في الدوري المصري. رامي ربيعة كمان قدم دور هجومي كويس جدا مع الأهلي لما اتفتحت خطوط الدفاع في وادي دجلة. رامي صبري كابتن إمبي اللي بتبقى زاوية راسه مفتوحة على الجول ما بتجليش، وعدم مراقبته في الكور العالية بيكلف كتير، ولو عايز دليل على كده اتفرج على الجولين اللي سجلهم لإمبي في الجونة. محمد عبد الشافي شيفو بتاع زمان ظهر في فوز الزمالك على بيراميدز، ظهر بشكل هجومي كويس جدا لما كان بيراميدز متكتل في نص ملعبه في الشوط الاول. محمد عبد العاطي دونجا رغم ان الاسماعيلي ما ظهرش بشكل جمالي ضد المقصه الا لو كان فيه لاعب واحد بس قادر يستحوذ على الكره اطول فتره ممكنه في الدراويش ويقدر ان هو يلعب كرات طوليه للوينجين في خط دفاع المقصه فهو كان دونجا. مع زميله محمد الشامي اللي احتاج تلت ساعه بس علشان يشكل خطوره كبيره جدا على مرمى المقصه ومن تاني محاوله ليه سجل هدف فريقه الاول. محمد مجدي قفشه القطع والعنصر المهم في خط وسط الاهلي خصوصا بعد اصابه حمدي فتحي لانه اتنقل للعب في وسط الملعب جنب عمرو السوليه. قفشه قادر دايما ان هو يبدا هجمات الاهلي بتمريره متقنه بفضل رؤيه ممتازه جدا للملعب واداء بدني كبير للماتش الثاني على التوالي بيتالق في المركز ده مع ريني فايلر. رمضان صبحي مهد للاهلي الفوز بالجول الاول اللي سجله بروقان في محمد عبد المنصف رغم الجيم الدفاعي الكبير اللي كان عامله وادي دجله في الشوط الاول. اشرف بن شرقي اللامركزيه اللي اعتمد عليها مهاجم الزمالك دوخت مدافعي بيراميدز، يروح يمين يروح وراه، يروح شمال يروح وراه، رغم ان هو ما سجلش ولا صنع لكن انه كان صاحب ايجابيه كبيره على المرمى وحصل على ضربه الجزاء اللي قتلت الماتش. مع زميله مصطفى محمد اللي قام بكل ادواره كفيرويد، سجل وساهم في ضربه الجزاء اللي قتلت الماتش وكسب كل الالتحامات الهوائيه اللي دخلها. افضل فريق في الجوله السابعه انبي. انبي بيحقق الفوز الثاني على التوالي تحت قياده مدربه حلمي طولان المميز جدا في استغلال الظروف اللي بيمر بيها منافسيه. فاز على الزمالك وكان من اسباب اقاله ميتشو بعدها بايام. فاز على الجونه 4-1 في اكبر فوز اتحقق في الجوله السابعه علشان يتسبب في اقاله نبوشه اخر ذئب صربي في مصر. افضل لاعب في الجوله مصطفى محمد نجم الزمالك، مش بس كان بطل فوز فريقه على بيراميدز وسجل جول لكن كان سبب في خساره كابتن احمد بلال لعزومه العشاء والرهان اللي دخلوا قبل الماتش. مصطفى محمد الرهان على قوه راسياته سلاحه الخطير جدا اكيد خسران لانه قدر ان هو يسجل منه الجول الاول وساهم في ضربه الجزاء اللي قتل بيها الزمالك الماتش عشان يستحق يكون نجم الجوله. اجمل جول في الجوله جول امبي الرابع في الجونه. المزاج العالي اللي لعب بيه امبي ضد الجونه ممكن نلخصه في الجول الرابع. كره استلمها محمد رزق على حدود ال 18 بعد كده ادى تهويشه من بتوع الخماسي وشاط صاروخ ارض ارض سكن شباك عمر رضوان. مدرب الجوله كارتيرون مدرب الزمالك نجح في اختباره الاول مع الزمالك في الدوري وضد منافس صعب جدا وهو بيراميدز. كارتيرون قسم الماتش لمرحلتين، في المرحله الاولى اعتمد على الكرات الطوليه اللي لعبها للظهيرين في خط دفاع بيراميدز واستغل غياب هجوم بيراميدز على الضغط لحد ما سجل فعلا. وبعد جول مصطفى محمد لجأ للتمريرات القصيره مع اندفاع بيراميدز للهجوم علشان يحافظ على استحواذه للكره وبالفعل سجل الثاني. ثنائية مصطفى محمد وبن شرقي هي فعليا أول بصمات كارتيرون مع الزمالك، والحقيقة إن بن شرقي في دوره كمهاجم تاني بيقدم أفضل ما عنده. مفاجأة الجولة أداء بيراميدز مع ديسمبر.
الفريق الكبير هو اللي دايما بيحاول يفرض شخصيته من البداية علشان يكون الفعل من عنده من اول دقيقة، لكن ده مش بنشوفه مع بيراميدز مع ديسابر. ديسابر كان بيحاول ان هو يعوض اللي حصل ضد الزمالك في خسارة نهائي الكاس، علشان كده استنى ان هو يكون رد فعل للزمالك في ماتش الدوري، ملى نص الملعب واخر الضغط من هجوم بيراميدز. وفي غياب عبد الله السعيد اهم لاعب في فرقته والوحيد القادر على صناعة الفارق، بيراميدز ما ظهرش تماما في الشوط الاول. حتى تدخلاته كانت متأخرة جدا، لانها كلها كانت بعد ما الزمالك سجل الجول الاول وبقى مرتاح اكتر. ديسابر اساء استخدام قائمة بيراميدز واستنى يشوف الزمالك هيعمل ايه، وكان طبيعي ان الزمالك يسجل هيسجل.